مرحبا بكم في عرض المستوى الثاني من الأسس. الإضافة التي سنحصل عليها في الأسس من المستوى الثاني هي مفهوم الأسس السالبة. وبالطبع لقد تعلمنا أن 2 للقوة 3، حسنا هذا يساوي 2 ضرب 2 ضرب 2، وأتمنى أن هذا أصبح بديهيا بالنسبة لكم ويساوي 8. والآن سأعلمكم كم ناتج 2 للقوة ناقص 3. وأعلم مسبقا أن العديد منكم سيقولون هذا يساوي ناقص 8، لكن في كل مرة ترى فيها الأسس عليك أن تذكر نفسك أن الأسس ليست ضرب. أعرف أنكم ستقولون هكذا، حسنا 2 ضرب ناقص 3 يساوي ناقص 6، وربما أن 2 للقوة ناقص 3 ستساوي ناقص 8، لكن هذا غير صحيح، وسأوضح لكم في المستقبل سبب استخدام هذا التقليد. لكن 2 للقوة ناقص 3 يمكن تحويلها إلى 1 على 2 الكل للقوة 3، وهذا يبين أنه في حال كانت الأسس سالبة فهذا يعني أن تأخذ معكوس الأساس، وسنسمي العدد 2 بالأساس ونحول الأس إلى الصورة الموجبة. إذن كم ناتج 1 على 2 للقوة 3؟ حسناً، جميعنا تعلمنا أنه نصف ضرب نصف ضرب نصف ويساوي 1 على 8. 2 للقوة ناقص 3، هذا ليس جيداً، 2 للقوة ناقص 3 يساوي 1 على 8. دعونا نحل واحدة أخرى، لنقل 3 للقوة ناقص 2. مرة أخرى، عندما نرى أن الأس عدد سالب، أبسط شيء نفعله هو أن نأخذ مقلوب الأساس فيصبح 1 على 3، ونرفع المقدار للقوة موجب 2، وهذا سهل جداً. 1 على 3 للقوة 2، حسناً هذا يساوي 1 على 9. دعونا نحل المزيد من المسائل. ماذا لو كان لدينا 2 على 3 الكل مرفوع للقوة ناقص 3؟ مرة أخرى لتبسيط ذلك، عندما نرى هذه الإشارة السالبة في الأس يجب علينا التخلص منها، فنأخذ المقلوب للأساس. مقلوب الاثنان على ثلاثة هو 3 على 2، وأرفع المقدار كله للقوة موجب 3. إذن ما الذي تغير بين الجانب الأيسر والأيمن؟ لقد قلبت الاثنان على 3 وبدلت ناقص 3 بموجب 3. الآن هذا المستوى الأول للأسس، هذا يساوي 3 على 2 ضرب 3 على 2 ضرب 3 على 2 ويساوي 27 على 8. هذا مثير للاهتمام، 2 على 3 الكل مرفوع للقوة ناقص 3 يساوي 27 على 8. دعونا نحل المزيد لنقوم بحل 4 على 7 للقوة ناقص 1. لدينا هنا 4 على 7 للقوة ناقص 1. مرة أخرى لدينا أس سالب، وهذا يعادل أخذ مقلوب الأساس ويصبح 7 على 4 ورفعه للصورة الموجبة من الأس، إذن يصبح 7 على 4 للقوة 1، وأي عدد يرفع للقوة 1 يكون الناتج العدد نفسه، إذن يساوي 7 على 4. إذن عندما تكون القوة هنا سالبة ما عليك فعله هو أخذ مقلوب الأساس. دعونا نحل المزيد من الأسئلة. 2 للقوة ناقص 5، مرة أخرى نأخذ مقلوب الاثنان فيكون يكون 1 على 2، والآن نرفع العدد للقوة 5 فسيساوي نصف ضرب نصف ضرب نصف ضرب نصف ضرب نصف،
وهذا يساوي 1/32. ويمكن كتابة 2 للقوة ناقص 5 بطريقة أخرى، حيث يمكن أن نقول أن 2 للقوة ناقص 5 عبارة عن 1/2 للقوة 5، ونعلم أن 2 للقوة 5 يساوي 32. أي أن هناك طريقتان للقيام بذلك، وفي كلاهما نقوم بتغيير الترتيب عندما نأخذ مقلوب الأساس عند حساب الأس. دعوني أقوم بحل مسألتين أو ثلاث، وبعد أن أقوم بكتابة المسائل ربما سترغب بإيقاف العرض من أجل أن تحل المسألة بنفسك، ومن ثم تقارن الإجابة التي حصلت عليها بإجابتي. إذن دعونا نفترض أن لدينا ناقص 4، الكل مرفوع للقوة ناقص 3. سأرغب بالتخلص فورا من الإشارة السالبة في الأس، وكما تعلم فإن هذا يساوي ناقص 1/4 الكل مرفوع للقوة 3، ويساوي ناقص ربع ضرب ناقص ربع ضرب ناقص ربع. سالب ضرب سالب يساوي موجب، لكن بعد ذلك نضرب المقدار بعدد سالب آخر، إذا نحصل على ناتج سالب. 1 ضرب 1 ضرب 1 يساوي 1، وأربعة ضرب أربعة يساوي 16، ضرب أربعة يساوي 64، إذا يساوي ناقص 1/64. دعونا نحل مسألة أخرى، دعوني أفكر بعدد جيد. 8/9، دعوني أضع إشارة سالبة. ناقص 8/9 الكل مرفوع للقوة ناقص 2. حسنا، مرة أخرى هذا يساوي ناقص 9/8، ولاحظ أنني أخذت مقلوب الأساس فورا، وأصبح الأس موجب 2، والآن هذا يساوي ناقص 9/8 ضرب ناقص 9/8. سالب ضرب سالب يساوي موجب، إذا نحصل على 9 ضرب 9 يساوي 81/64. أعتقد أنكم فهمتم الفكرة الآن، والشيء الجديد الوحيد الذي تعلمناه هو أنه عندما يكون لديك أس سالب فهذا يعادل أخذ مقلوب الأساس ورفعه لقوة موجبة. أتمنى أن آخر مسألة لم تزعجكم كثيرا، لكن أعتقد أنكم الآن جاهزون لتحاولوا حل بعض المسائل بأنفسكم. استمتعوا بوقتكم.